السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة بإذن الله. اليوم رح نحكي عن قصة الصيادين والفيل، يلي هي القصة فيها عبرة وبتحكي عن واقعنا اللي إحنا عايشينه نحن هلأ نحن كبشر، تمام؟ فالقصة هي عبارة عن كان في مجموعة صيادين بيشتغلوا بحديقة الحيوانات، تمام؟ فهدول المجموعة قرروا انهم يجيبوا فيل لعندهم على هالحديقة مشان تجي الزوار وتشوف الفيل، ويعني بتعرفوا انتوا الترتيب كله. فراحوا هدول المجموعة على الغابة، تمام؟ راحوا على الغابة وعملوا حفرة كبيرة، حفروا حفرة كبيرة بحيث انه يوقع فيها الفيل اذا حطوا له فيها الطعم، تمام؟ فراحوا على الغابة وعملوا هاي الحفرة، حفروها وزبطوها وحطوا فوق منها قش وحطوا شجر وكذا انه على اساس انه ارض يعني ما في اي شيء، وحطوا اكل عند مكان هاي الحفرة عشان بس يجي الفيل يوقع بهالحفرة هاي ويصطادوه. المهم حطوا والله زبطوا الحفرة، اجى الفيل، تمام؟ طبعا هني بدهم فيل يكون مثل ما بيقولوا مروج، انه مروض يعني مروضينه انه يالف على جو الحديقة اللي بدهم يحطوه فيها، تمام؟ المهم والله اجى هذا الفيل شاف الاكل، والله اجى عم ياكل ترق نزل بالحفرة، تمام؟ نجحت العملية تبعهم، اصطادوا الفيل. بس هني عندهم شغلة هلأ هني اذا بدهم يطلعوا هذا الفيل من هذا المكان، الفيل مثل ما حكينا الفيل ما له مروض، يعني عايش بغابة وعايش على كيفه، ما حدا بيقرب عليه، إذا حدا فكر يقرب عليه يا بيأذيه يا بيهرب. فشو فكروا؟ بدهم يعملوا طريقة هن إنه يروضوا هذا الفيل بحيث إنه إذا حطوه بهالغابة يكون أموره بتمام وهو بكامل إرادته رايح لهذا المكان، يعني رايح برضاته. شوفوا سبحان الله عقل الإنسان وقت بيفكر، وبنفس الوقت كيف بيعرفوا يروضوا الحيوان. المهم فبعد ما حطوا الحفرة علب الحفرة هذا الفيل ما عاد حسن يطلع. فشو قرروا يساووا مشان يروضوا لهذا الفيل؟ انقسموا لفريقين، فريق لبس لونه أزرق، وفريق تاني لبس لونه أحمر، تمام؟ واتفقوا انه كل يوم يجي فريق من هالفرق هاي ويعمل مهمته. الفريق الأحمر شو مهمته؟ الفريق الأحمر مهمته انه يجي كل يوم الصبح من عند وش الصبح للظهر يعذب الفيل، يضربه، يرموا عليه حجارة، يأذوه للفيل، يجيبوا بدني مثلا بدهم يطعموه، يحطوا له الأكل مثلا بخشبة ويقربوا الأكل لعند تمه، بس يجي الفيل بده يأكل يسحبوا الأكل، يضلوا عم يعذبوا فيه هيك من الساعة 6 الصباح للظهر. الظهر تجي الفرقة الزرقاء تهجم على الفرقة اللي لابسين أحمر ويضربوهن ويخلوهن يروحوا ويجوا لعند الفيل ويطبطبوا على الفيل ويطعموه ويشربوه ويضبطوا له أموره على 24، ويضلوا عم يعطوه حنان هيك للغروب. يعني مهمة الفريق الأحمر إنه يجي يعذب الفيل ويأذيه، ومهمة الفريق الأزرق يجي ينقذ الفيل ويطعميه ويطبطب عليه ويساعده على 24. ضلوا على هالحالة هاي حوالي شهر 30 يوم، كل يوم كل يوم كل يوم نفس الوظيفة. يجي الفريق الأحمر الصبح يعذبه، الظهر يجي الفريق الأزرق يساعده ويطعميه ويزبطه على 24 يحمي حاله ويروح. هذا الفيل تكون عنده فكرة انه هدول الناس اللي لابسين الازرق هدول ناس خير اللي هن بيساعدوه بيطعموه بيزبطوه وعلى 24، تمام؟ والفريق الاحمر اللي هو الفريق المأذي اللي هو لازم انه يتخلص منه. فشو صار؟ بعد ما مضى عليهم 30 يوم اجوا الفريق الحمر كمان نفس الشيء، اجوا الصبح صاروا يعذبوا فيه هيك للظهر. الظهر اجى الفريق الازرق، بس هالمرة الفريق الازرق شو ساوى؟ خلصت مهمته انه لازم بقى يطلع الفيل. اجت الفرقة الزرقاء ضربت الفرقة تبع اللي لابسين احمر وخلتهم يهربوا ويروحوا،
وإجوا طعموا الفيل وزبطوه وطالعوه من الحفرة. فطلع الفيل من الحفرة خلص، هلأ هو صار جاهز بقى بنظرهم أنه ياخدوه على الحديقة، أنه صار مروض وأموره بخير وعلى 24 كله تمام. هذا الفيل الأزرق تكون عنده فكرة أنه هو صار بده يروح لأي مكان تاني بس أنه يخلص من هالفرقة تبع اللي لابسين أحمر اللي هن فرقة الشر. فأخذوا هذا الفيل، والفيل راح معهم بكامل إرادته وهو مبسوط ومطمن ومرتاح لأنه شاف أنه هي الفرقة الزرقة هي اللي أعطته الأمان، وهن اللي ساعدوه وهن اللي كانوا يطعموه ويشربوه، وبنفس الوقت هن اللي أنقذوه هلأ من هي الحفرة ومن هدول الأشرار. فأخذوا هذا الفيل وراح على الغابة على الحديقة تبع الحيوانات اللي عاملينها، وقعد هنيك بكامل إرادته وهو عم يأكل ويشرب وعلى 24 وكله تمام. فالعبرة من هي القصة إنه هذا واقعنا نحن هلأ، تمام؟ هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه هلأ بهذا الزمان، إنه البشر والحكام ناس عم تلبس أحمر وناس عم تلبس أزرق، ناس عم تشد وناس عم ترخي، ناس تجي بتشد من هون وناس بتجي بترخي من هون، إنه تعوا نحن الملاك البريء تبعكم اللي نحن بنساعدكم ونحن حنكون معكم ونحن حننقذكم من هذا الهلاك اللي أنتوا عايشينه بأي بلد كان. أنا ما عم بحكي عن بلد معين، بأي بلد كان، تمام؟ فهذا واقعنا وهي الحياة اللي احنا عايشينها هلأ، هيك صايرة، ناس لابسة أحمر وناس لابسة أزرق. نحن روح نحن منروح لعند مين؟ منروح لعند الناس اللي لابسة أزرق، لأنه منلاقي أنه نحن الخلاص عندها. طبعا هو الخلاص من عند رب العالمين، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، هو بإيده كل شيء، بس الدنيا انخلقت هيك، تمام؟ وهي الدنيا كلها ماشي بأمر رب العالمين. فسبحان الله، هذا واقعنا وهي حياتنا وهي القصص اللي عايشينها بهي الواقع. فحبيت شارككم هي القصة واحكي لكم اياها، لانه بصراحة قصة حلوة وفيها عبرة وبتحكي عن واقعنا بصراحة. فبتشكر انكم سمعتوا الفيديو، واذا عجبكم الموضوع بتمنى انكم تشتركوا بالقناة اذا كنتوا جداد عم تشوفوا الفيديو، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو اذا تتكرموا علينا. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.